السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده عند مكتب المحترم فيديو الرجالي، والاسعار بدأ معانا من اول 33 جنيه. النهارده هنشوف مع بعض كل تشكيله التيشيرتات الرجالي من اول المقاسات العاديه لحد البيك سايز. كل حاجه هنشوفها النهارده، اسعار وخامات ومقاسات. العنوان متصور اخر الفيديو، لينك التليجرام اول تعليق. ما تنسوش لايك وشير، ويلا بينا نشوف عرضنا النهارده. التيشيرت ده هيبقى ب 33 جنيه جمله، 35 قطاع هيبقى ب 35 جنيه، ده برده هيبقى ب 35 جنيه، 38 جنيه هتبقى ب 37 جنيه، ب 38 جنيه، ب 33 جنيه، على السعر دي هتبقى ب 38 جنيه، ب 35 جنيه بكل الوانها، دي ب 37 جنيه، دي هتبقى ب 50 جنيه، جملة وقطعي سعر واحد، جملة وقطعي سعر واحد 40 جنيه، ب 37 جنيه، 50 قطاعي، قد 5 اكس وعاملة 55 جنيه، 40 جملة 80 قطاعي، ب 78 جنيه، جملة 80 قطاعي، 78 جنيه، ده ب 78 جنيه، ده مش 70 جنيه، ده 70 جنيه، جملة 80 جنيه، 78 جنيه، للجملة 80 قطاعي، 85 جنيه لحد 6 اكس، 6 اكس عامله 85 جنيه لوكسيات، لحد 6 اكس عامله 85 جنيه، جمله وقطعي سعر واحد. النهارده هنقول لو في حاجه جمله او قطعي هنقول برده معانا في الفيديو. اه هقول لك ايه اللي جمله وايه اللي قطعي. وايه اللي يمشي معانا قطعي وجمله سعر واحد. تمام، هنبدا بايه معانا؟ بصي معاكي حاجه كده. برده جميله جدا. ده اندر شيرت تحفه، ده عامل كامل اول قبل ما نيجي نشوف الخامه. دي بصي 33 جمله و 35 قطاعي، يعني التيشيرت ده هيبقى ب 33 جنيه جمله 35 قطاعي. احنا هنقفل سعر بس، يعني لو حاجه 38 تبقى 40، حاجه 33 تبقى 35. احنا بنزود، يعني احنا بنقفل السعر الخامه تحفه، لكن لو جمله بديها له بنفس السعر. تمام، ولو حاجه 30 هتاخدها 30، 40 هتاخدها 40. اه لو 40 هتديها له 40. تمام، هي تقفيل سعر مش اكتر. دي هتبقى ب 33 جنيه جمله 35 قطاعي. 35 قطاعي، الوانها برده متاحه، عندي كل الالوان بتاعتها متاحه. بص حاجه برضو زي دي جميله جدا، رسمتها حلوه قوي قوي. بص حاجه زي كده، بصوا ده برضو حلو جدا. ده برضو عامل كام؟ دوت عامل 35 جنيه. بصوا ده هيبقى ب 35 جنيه جمله وقطعي سعر واحد. ده مقاسه لحد كام اكس؟ 35 لحد 2 اكس ولا 1 سايز؟ لا ده 1 سايز، يلبس زي مثلا 80 كيلو، يعني لحد 2 اكس. قولي لا 75 70. تمام، يعني اكس لارج، تلبسه اكس لارج. قلنا ده يبقى ب 35؟ اه 35 جنيه. تمام، الوانه برده متاحه، الوان برده متاحه. تمام، بص حاجه زي كده برده، او يمكن عشان انا بحب اصلا الافراح. تمام، بص اللون السيمون برده ده تحفه، عامل كام ده برده يا ايه؟ ده عامل برده 35 جنيه. خلي وشه ليه ايه؟ ده برده هيبقى ب 35 جنيه جمله وقطعي سعر واحد، والوانه كلها متاحه. تمام، تسلم ايدك. معانا برضو حاجة زي كده، معانا حاجة زي كده عاملة 38 جنيه، دي هتبقى ب 38 جنيه. بصوا بقى دي وشها ايه كده، بصوا دي هتبقى 38 جنيه للجملة 40 قطاعي. ال 40 قطاعي هتقفله سعر 38 جنيه جملة 40 قطاعي. تيجي تزعل وتيجي تقول ان انت قلتي في الفيديو ب 38 او حاجة. تمام، وانا بحسبها ب 40 لان انا بقفل السعر بتاعك. تمام، مش هاخد منك جنيه فضة، مش هسيبه برضه. تمام، ده هيبقى ب 38 جنيه للجملة 40 قطاعي. تمام، الوان برضه متاحة منها ايه؟ الوان برضه متاحة، وتلبسنا برضه زي 75 كيلو. بص حاجه برضو زي كده عامله 37 برضو، 37 جنيه و40 قطاعي و37 جمله. تمام، بصوا دي هتبقى ب 37 جنيه جمله 40 قطاعي. انا هقرب لكم بس نشوف الخامه بتاعتها، حلوه جدا جدا، جميله جدا، حلوه قوي. افردها لنا معلش ايه فوق. دي هتبقى ب 37 جنيه جمله 40 قطاعي، هي عامله زي ما يكون تحتها اندر شيرت كده. تمام، 37 جنيه. وبصي كده، وجايبه لكم برضو التيشيرتات كده، حاجات حلوه جدا. بصي برضو دي عامله 38 جنيه التيشيرت ده. بصوا كده، ده هيبقى ب 38 جنيه جمله 40 قطاعي، برضو مقاس واحد كل ده. ايه المصنع ده كله مقاس واحد يا جماعه، عامله زي ما تكون تحتها اندر شيرت زي ما انتم شايفين كده، شكلها حلو جدا. تمام، معانا برضو حاجه زي كده. معانا حاجه زي كده عامله 33 جنيه، دي هتبقى ب 33 جنيه جمله 35 قطاعي. ده اللي هي تطعيم القطيفه اللي زي كده، دي تطعيم قطيفه حلوه جدا. في دي ايه معلش، بصوا دي هتبقى ب 33 جنيه جمله 35 قطاعي. تمام، حلوه جدا، دي الوانها برده متاحه كلها. تمام ومريم، تمام، ومعاكي حاجه زي كده برده.
38. دي برضو دي هتبقى ب 38 جنيه. هقرب بس ياخدوا سكرين على السعر. دي هتبقى ب 38 جنيه جمله 40 قطاعي، بنقفل سعر مش اكتر. بس والله الخامه تحفه بالنسبه للسعر يا ايه، حلو قوي قوي. اقطان يا جماعه، الخامات دي اقطان تمام، الخامات دي اقطان حلوه جدا تمام. ومعاكي بص الموديل ده برضو عامل 35 جنيه. عايزه اقول لك الاسعار بتاعتهم جميله جدا برضك على خامتها وعلى بصوا دي برضه هتبقى ب 35 جنيه جمله وقطعي سعر واحد. جمله وقطعي سعر واحد. دي هتبقى ب 35 جنيه بكل الوانها برضه اقطاني. ايه انا عايزه اقول لك من تحت تحفه، حلوه قوي قوي. بصوا شكلها تحفه زي ما يكون تحتها اندر شيرت كده، حلوه جدا دي تمام. ودي 37 و40 برضه 40 قطاعي و37 جمله. بصوا دي هتبقى تمام، دي ب 37 جنيه للجمله 40 قطاعي. بس دي حاساها مقاسه مرتاح شويه. الشغل هي حط زي ما انتم شايفين كده، وزي ما يكون تحتها اندر شيرت، والوانها كلها متاحه. 37 جنيه. 37 جنيه. لون ايه؟ عامله 50 بقى. دي مقاساتها مفتاحه في نفس الوقت، خامتها جميله قوي. تمام، دي هتبقى عامله كام؟ دي عامله 50. دي هتبقى ب 50 جنيه جمله وقطعي سعر واحد. بصوا دي هتبقى بص مقاسه حاسه مرتاح شويه، دي هتبقى ب 50 جنيه تمام. جنيه وجميله برضه. اقرب لكم بس تشوفوا الخام. اه ده تحفه دي، حلو قوي. وبولو كمان حلوه جدا دي، دي مقاسه حلو وسعرها حلو جدا دي. سعرها جميل جدا تمام. معانا حاجه برضو زي كده، حاجه برضو بولو زي كده. دي بولو يا جماعه تمام، اللي هي نص الياقه دي. البيكا وعامله كام؟ دي عامله 40 جنيه. افردها لنا فوق. يا دي هتبقى ب 40 جنيه جمله وقطعي سعر واحد 40 جنيه. بس دي مقاس واحد. ها دي وان سايز تلبس برضو زي اكس لارج، اللي هي الخامه البيكا يا جماعه، حلوه جدا دي، الوانها برضو متاحه. ومعاكي برضو بصي البولو برضو عندي كل الوانها، والوانها كلها برضو متاحه معاكي. البولو ده اول مقاس فيها. اول مقاس ده، اول مقاس ده اللي هو ايه، ميديوم ولا لارج؟ اول مقاس ده الميديوم. بصوا يا جماعه ده الميديوم بتاع موجود لحد كام اكس؟ ده موجود معاكي لغايه 2 اكس. دي لحد 2 اكس عامله كام؟ ومقاسها مفتاح اصلا الميديوم بتاعتها. تمام، الميديوم يلبس لارج. عامله كام دي؟ ايه يلبس لارج اكس لارج على فكره. تمام، تلبسها حلو قوي. قلنا سعرها كام يا ايه؟ دي سعرها 48 جمله تمام و50 قطاعي. بصوا بقى دي الخامه البولو البيكا هتبقى عامله 48 جنيه للجمله 50 قطاعي. 48 تمام تمام. ومعايا حاجه خاص برضو، المقاسات الخاصة. المقاسات الخاصة. بصي معاكي حاجة زي كده. دي مقاسات خاصة يا جماعة بيك سايز. مقاسات خاصة. تمام. بصي كده. دي ب 37 جنيه. 37 جنيه. مقاسات خاصة ب 37 جنيه للجملة 40 قطاعي. ال 40 قطاعي. صح كده، عشان بس الناس ما يختلطش على الأمر. دي تلبس معانا زي 4 إكس. هي وان سايز تمام، ودي هتبقى ب 37 جنيه تلبيس بك سايز تمام. معايا منها اشكال ومعايا منها الوان، كل موديل بالوانه. 37 ودي برده ب 37 جنيه تمام. و 40 جنيه قطاعي تمام. ومعايا حاجه زي كده برده جميله جدا، عامله 47 جمله و 50 قطاعي. بصوا دي يا جماعه بيك سايز ب 47 جنيه للجمله 50 قطاعي تمام، والوان برضو متاحه. عندي الالوان كلها متاحه، كل الوانها متاحه. في منها الوان متاحه تمام. معانا برضو البيك سايز البيك، عامله كام؟ دي عامله اللهم صل على النبي، عامله 55 جنيه. 55 جنيه. 55 جنيه. بيك سايز يا جماعه 55 جنيه. كمان خامه البولو 55 جنيه. حلو قوي. دي ب 55 جنيه بيك سايز، الوانها كلها متاحه. ده 4 اكس. ده ال 4 اكس. هي لحد كام؟ يعني دي لحد 5 اكس وعامله 55 جنيه. 55 جنيه. تمام، تسلم ايدك. بصي معايا حاجه زي كده برضو، اول مقاس دوت الاكس. ده الاكس لارج. الاكس لارج. بس يلبس زي 2 اكس. دي لحد كام اكس دي؟ لا تلبس زي 3 لان دي مقاس خاص. المقاسات الخاصه. معاكي من اكس لارج 2 ثلاثة. بس الثلاثة صعب اللي هو يلبس 4 5. ثلاثة يلبس 4 5. يلبس 4 5 يعني. أيوة. دي مقاساتها كلها بيك سايز عاملة كام؟ عاملة كام؟ 55 جنيه. 55 جنيه بيك سايز تمام، مقاساتنا لحد 5 اكس. تسلم ايدك. هنيجي بقى عن الشغل معانا اللوكسيات. بصي بقى كل ده بقى اللوكسيات. كل ده لوكس. معاكي هنا بصي حاجة بسكوتة. الخامة البسكوتة دي حلوة قوي، عاملة كام دي؟ ديت عاملة 78 جنيه. 78 جنيه، 78 ده للجملة.
80 قطعه تمام بالوانها عشان احنا بنتلخبط لسه برضك في اول الموسم حاجه زي كده حاجه زي كده بص عشان تبان بس عامله كام دي جميله جدا بصي اقعدي اتفرجي عايز اكبر نمره بصي فرالين هنا بصوا معانا حاجه زي كده حلو قوي دي ب 78 جنيه يبقى ب 80 جنيه قطاعي 78 جنيه جمله 80 قطاعي تمام دي اللوكسيات بصي حاجه بقى جميله قوي 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 ومعايا الاشكال بتاعتها كلها اه دي البسكوته او الفتافيت زي ما بنقول ودي عامله كام ده 2 اكس يلبس معانا برضو دي طباعه ورقيه ايه عامله كام دي عامله كام عامله 87 جمله زي ما قلت 78 جمله 80 قطاعي دي كلها يا جماعه دي ب 8 ادينا ظهري ايه بصوا دي طباعه وش وظهر وعامله 78 جنيه للجمله 80 قطاعي تمام خلي بالك ان انا بطلها لا بين ال 78 وال 87 فانا مركزه معاكم انا ركزي بقى معايا بص بقى الحته دي ايه الجمال ده بيكا دي ولا ايه؟ ده اول مقاس لا دي قطن دي قطن بس الخامه بصوا كاروهات من بعيد تحسوها بيكا بس هي مش بيكا لا هي مش بيكا لا اللي يشوفها من بعيد منها كاروهات يقول اه هي بيكا بس مش بيكا ده اول مقاس لحد كام اكس دي هي؟ لحد 2 اكس ده اللارج في اكس وفي 2 اكس عامله كام؟ عامله زي ما قلت لك 78 جنيه جمله 80 قطاعي 78 جمله 80 قطاعي تمام معانا برضو حاجه زي كده معايا حاجه زي كده الشغل العالي كله ايه الجمال ده برضو نفس السعر دي نفس السعر دي هتبقى ب 78 جنيه جمله 80 قطاعي 80 قطاعي تمام 78 جمله 80 قطاعي الحته دي برضو فيها ضاع من الظهر ولا ايه؟ لا ما فيهاش اي حاجه دي ساده دي تمام دي برضو ب 78 جنيه جمله 80 قطاعي بتقفله وكل ده لحد 2 اكس ايه؟ كل ده معايا لغايه 2 اكس لحد 2 اكس بصي بقى دي عايزه اقول لك جميله قوي 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 دي برضو ب 78 جنيه جمله 80 قطاعي بصي الجمال ده تحفه الخامه دي مطرزه يا جماعه الشغل ده تطريز زي ما انتم شايفين ودي هتبقى برضو حلوه جدا دي دي ب 78 جنيه برضو 78 جنيه برضو الجمله 80 قطاعي انا برضك بنأكد عليهم بصوا كل ده ب 78 جنيه جمله 80 قطاعي والوانها حلوه قوي قوي ده بصوا درجات الوانها اللون ده كمان تحفه ايه دي ب 78 جنيه يا جماعه 78 جنيه لحد 2 اكس كل ده هاي كل دوت معاك لغايه 2 اكس لحد 2 اكس بصي الحته دي برضو انا عايزه اقول لك الخامات دي رهيبه دي برضو هتبقى ب 78 جنيه جمله 80 قطاعي بصوا ده اللارج بتاعها يعني موجود الاكس والاثنين اكس كمان معاك انا بوريك كل دوت اول مقاس يا مكه اول مقاس فيه تمام معانا ايه تاني ايه؟ شفتي معايا بقى الحته دي جميله برده جدا جدا انا عايزه اقول لكم الخامات رهيبه خامتها تحفه برده حلو قوي قوي ده اللارج بتاعها برده موجود لحد 2 اكس معاكي لغايه 2 اكس وعامله كام؟ بكام دي؟ تتخيلي تخيل 65 جنيه دي هتبقى ب 65 جنيه لحد 2 اكس وعامله 65 جنيه الخامات حلوه جدا تمام ومعايا بص حاجه زي كده ده حلو جدا برضو ده طباعه ورا وقدام وعامل كام دقايق ده عامل 70 جنيه ده 70 جنيه طباعه ورا وقدام تحفه حلو قوي والظهر ديني الظهر ثانيه ايه الرسمه اللي على الظهر دي بتتغير ولا هي الرسمه رسومات عندك رسومات كتير بتتغير تمام دي هتبقى ب 75 جنيه 75 تمام طباعه وش وظهر عندي بقى حاجه ب 80 جنيه زي كده قطن ده ب 80 جنيه بس مقاسه مرتاح يعني ما ده يكون اللارج يا جماعه فالاثنين اكس يلبس ثلاثه والخامه تحفه قطن حلوه جدا جدا الخامه دي تحفه قوي وده يبقى بكام؟ رسمه من الظهر عامله كام دي؟ رسمتها حلوه والله عامله كام؟ عامله 80 جنيه طب اديني الظهر وبعدين الوش يا كده بصوا دي هتبقى ايوه دي هتبقى وش وظهر بقى وعامله 80 جنيه عامله 80 تسلم ايديكي مقاساتها تلبس 2 اكس يلبس زي ثلاثه عندنا تسلم ايديكي يا ويا ريت كل اللي يعجبه حاجه ياخد سكرينات علشان انا عندي موديلات كتير تمام هتريحوا يعني انتوا كمان هترتاحوا قبلهم اه طبعا الموديل هيطلع لكم على طول بصي الجمال ده معايا حاجه استرس كده شغل الاسترس جميله بصي. قوي حلو قوي خامتها بصي الطباعة بتاعتها حلوه جدا دي الطباعة بتاعتها نضيفه جدا وعايزه اقول لهم برده ده مقاس ايه ده 2 اكس 2 اكس مرتاح يلبس 85 وعامله كام دي برده عامله 80 جنيه دي هتبقى ب 80 جنيه مقاس لحد 2 اكس وعامله 80 جنيه تمام تسلم ايدك معانا ايه تاني ايه؟ بصي انا معايا مكة حاجة بتطرز زي كده استرس يا جماعة شغل استرس من هنا هوريهولكوا برضو ده كله شغل استرس تحفة عاملة كام دي؟ دي زي ما قلنا 78 قطاعي و80 جملة
80 جمله. لا 78 جمله 80 قطاعي. معلش طيب. عارفين ان انا بتلخبط في الكلام. بصوا دي هتبقى ب 78 جنيه. خدوا بقى سكرينات. 78 جنيه للجمله 80 قطاعي تمام. خليكي فاكره معايا يا مكه وقولي لهم السعر عشان ايه بتنسى. بصوا ده برضه هيبقى ب 78 جنيه للجمله 80 قطاعي بتزودوا 2 جنيه بس. بصوا الاستراس بتاع حلو جدا ده. جميله جدا جدا تمام. جدا تسلم ايدك. الوان برضو متاحه من كل ده. الالوان كلها متاحه لسه اول السيزون يا جماعه فبتلاقوا من كل حاجه الوانها. اه تلاقي من كل حاجه الوانها تمام. عايزه اقول لك ان انا عايزه اعمل لك خاص برضو مقاسات خاصه. ايوه طبعا. بص البيك سايز لحد كام اكس؟ دي معاكي 3 اكس. دي 3 انا معايا لغايه 6 لحد 6 اكس. هفرجك على عامله كام دي طيب؟ ديت عامله 85 جنيه. ب 85 جنيه لحد 6 اكس. 5 جنيه. تمام. بص جمله وقطاعي دي سعر واحد دي 85. لو في حاجه يا جماعه بيج جنيه بيقفلوا سعر مش اكتر. تمام. بنقفل السعر ما بنخليش السعر يبقى مفتوح عشان انا ما بحبش الزيادات. تمام حاجه بص بقى دي 6 اكس. بصوا معانا 6 اكس ب 85 جنيه. 85 جنيه. 6 اكس عامله 85 جنيه لوكسيات. الوان برضو متاحه يا ايه؟ الوان متاحه. كل الوانها متاحه. الالوان كلها عندك. كل درجات الالوان متاحه زي ما انتم شايفين. كل الالوان متاحه. تمام. وعندك بص الرسمه دي برضو. برضو دي حاجه بقى تطريز. يعني مثلا دي طباعه. دي طباعه الناس اللي بتحب الطباعه. ودي طباعه وتطريز. ايوه بصوا دي طباعه وتطريز زي ما انتم شايفين ده تطريز يا جماعه. ده برضو في المقاس 3 اكس. دي 3 اكس ودي لحد 6 اكس عامله 85 جنيه جمله وقطعي سعر واحد. تمام تعبتك معايا ايه؟ ولا يهمك. وشكرا جدا على الفيديو ده. عايزه اقول لكم ان انا ما جبتلكوش 10% من الموديلات ما شاء الله اللهم بارك الموجوده. وعندي كتير بلاياقات وعندي خاص وعندي كل حاجه بس عشان وقت الفيديو ما يطولش معاكم في لينك تليجرام بينزل عليه الشغل ده كله. هسيب لكم لينك تليجرام في اول تعليق ورقم للتواصل طول عرض الفيديو. ما تنسوش لايك وشير واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل. احنا واقفين دلوقتي قدام دخله المسكي الاول في اول شارع الجيش. هتركبوا مترو وتنزلوا محطه مترو العتبه وهتسالوا على شارع الجيش. قبل ما تدخلوا شارع الجيش هتلاقوا دخله المسكي الاول بين العمارتين اللي انا وقفت لكم عليهم دول وعلى اول شارع الجيش كمان. ده كوبري الازهر زي ما انتم شايفين كده. انا هديكم علامات مميزه للي جاي هنا من اول من محطه مترو العتبه واللي جاي من مترو باب الشعريه هيجي من اتجاه شارع الجيش زي ما انتم شايفين من هنا كده. هيجي برده ويطلع لحد اول شارع الجيش. ده اللي جاي بقى من مترو باب الشعريه هيجي ويفضل مكمل لحد اول شارع الجيش. على اول شارع الجيش هنلاقي دخله المسكي الاول بين العمارتين دول. انا هوديكم لحد المكان بكل سهوله ان شاء الله. هندخل مع بعض كده الشارع وهديكم علامات مميزه لحد ما نوصل للمكان ان شاء الله. هندخل كده ده لدخله المسكي الاول وهنفضل مكملين هنمشي على طول مش هنحود لا يمين ولا شمال وهديكم علامات مميزه لحد ما نوصل لحد المكان. هنكمل ونفضل ماشيين على طول زي ما انتم شايفين كده. هيقابلنا برضو ده محل بتاع عمارة مول محمد عبد الحي. دي برضو عملنا منها جولات عند مكتب الصياد أسعاره تحفة بصراحة. وهنا كمان هنقابل نور على نور. أنا كل ما هلاقي علامة لمحل أو علامة مميزة اسم محل هدولكو عشان توصلوا بسهولة وما تسألوش أي حد. هنكمل وهنلاقي كمان بازار أطلس. هنكمل ونمشي بعده. احنا مش هنحوت خالص. ده اسمه المسكي الاول مش المسكي التاني عشان محدش بس يختلط عليه الامر. اقرب محطة مترو هتبقى العتبة او باب الشعرية. المايسترو بقى كلنا عارفينه عملنا منه جولات حلوة واسعاره حلوة جدا. استقبال انا صورت لكم العنوان عشان ناس كتير قالوا لي يا ممكب يصوري العنوان بيسهل علينا. هنقابل كمان محل نص الدنيا في السكة واحنا ماشيين كده. المحل ده بقى فساتين سواريهات وافراح وكل حاجة. وده كمان الحاج تامر السوري عملنا منه جوله قبل كده برضو اطفال عنده تصفيات حلوه جدا. هنكمل ونمشي بعده برضو زي ما انتم شايفين كده. احنا مكملين وما حاولناش خالص زي ما انتم شايفين. هنكمل مع بعض للاخر وانا مهديه الفيديو كمان عشان توصلوا على طول. هنقابل كمان ده ساره محل ساره برضو ده لانجري وبيتسي. هنكمل ونفضل ماشيين زي ما انتم شايفين كده. بصوا هنا كمان ده اولاد الشيخ ده برضو عبايه استقبال وعملنا منه جوله قبل كده برضو اسعاره كويسه وخامته حلوه. هنكمل برضو معاكم زي ما انتم شايفين كده. هنفضل ماشيين على طول احنا ما حاولناش لا يمين ولا شمال. انا هوديكم للمكان بكل سهوله ان شاء الله. هنكمل ونمشي زي ما انتم شايفين كده معانا. هناك بقى شارع المسكي ده هتلاقوا بقى مفروشات ملابس كاجوال وبيتي واطفال. ده زهور المسكي اسعاره تحفه عملنا منه فيديوهات وان شاء الله قريب اعمل لكم تصفيات من عنده برضو اسعاره حلوه. والشارع اللي جنبه ده الضرب الجديد برضو اللي حابب يروح عند رمضان كيخش من هنا. هنكمل ونمشي. كل ما الاقي علامه مميزه او مكان ما تعرفوش بقول لكم برضو احنا شغالين في الفيديو. هكمل معاكم ونفضل ماشيين على طول كده. احنا يا دوب قربنا يعني. هنكمل ونمشي لحد ما هنلاقي ده فتحه خير. فتحه خير ده بتاع شنط واحذيه.
العمارة دي بقى اسمها عمارة العوامري. العمارة دي بقى اللي هتطلعنا ان شاء الله مكتب المحترم. هنفضل ماشيين لحد فتحة خير زي ما انت شايفين، والعمارة دي اسمها عمارة العوامري في المسكي، عشان في عمارة العوامري في الشوازلية عند محمود الطبيب اللي بنعمل لكم من عنده فيديو جوالات عبايات. هنطلع هنا بقى عمارة العوامري اللي في المسكي كده زي ما انت شايفين، اللي تحتها فتحة خير للدور الثاني علوي. هنقابل كمان مكتب ملابس زي ما انت شايفين كده. بصوا هتلاقوا اليافطة بتاعت احمد بندق على السلم. هنكمل مع بعض زي ما انت شايفين لحد ما هنطلع المكتب. خلاص كده وصلنا والمكتب في وشنا، ده اللي عملنا منه الجولة. ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.